شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا فيديو جديد، يوم جديد، كل شيء جديد، كل شيء جديد. المهم اللي شباب، اليوم موضوعنا شنو هو؟ اغنية، فيديو، قليب او كليب مثل ما يقولون، قليب تحشيش، فيديو كليب عن الفلوس، فلوس فلوس فلوس. انتو نحكيها سنبدي، عرفنا من فيديو كليب، الفيديو كليب بعدين نخليه. هسا انتو مثلا تقولون الفلوس وصخ دنيا، الله يساعدني عليكم. انتو تقولون فلوس، هاي فلوس وصخ دنيا. شوف شوف، هاي وصخ دنيا، هاي من يا صفحة وصخ دنيا. بس قلولي ليش تضودوني من يا صفحة وصخ دنيا؟ هاي هاي اللي جابت لنا كل شيء. اقلك اكو ناس لا صيرون براسي مؤمنين ومدري شنو، عفنا هالسوالف على صفحة جاي نحشش. ترى هاي جابت لنا كل شيء، كل شيء تجيب لنا. هسه مثلا احنا عاصين بتركيا، صارنا 4 سنين مثلا، يعني ناخذ هذا اقل مثال. لو عندنا هاي كان وصلنا للمريخ، مو لغير دولة، لا للمريخ. مريخ لا جاي تندلو، هذاك المريخ كان رحنا له بهاي، مو ذاك الجبل، لا الوراء اكو مريخ. كان رحنا بهذا الني، كان اشتريت شنو؟ اليوم سبحان الله جاي اسال على الفيسبوك، لقيت شنو؟ لقيت هذا منشور يقول هذا شنو اللي يخليك ما تشتريها؟ شنو هي؟ لامبورغيني وردي. لامبورغيني وردي، عفنا من اللون، اللون بناتي، ما يخاف هسه تقول بناتي، لا عفنا من اللون، عفنا من اللون. يقول لك ليش ما منو شنو اللي مخليك ما تشتري اللامبورغيني؟ يقول هذا بالله السؤال هذا. واحد شي يقول له والله شنو؟ ما اقدر اشتريها سريعه. واحد يقول له والله شنو؟ تصرف بنزين. والله هاي اسباب، هاي هو ما يقدر يقول ما عندي حديقة، ما يقدر يقول حديقة أني، يقول تصرف بنزين وتدري ويو ويو ويو. لو شي يقول إيه تمشي سريع ويو ويو تمشي سريع، أدري إذا تمشي سريع، أنت لا تدوس سريع، هي أنت تدوس سريع هي تمشي سريع. واحد يقول ها تكبر ما يصعدون بها بس اثنين. هسا أنت شبابي لو عائلي، إذا عائلي لا تروح تشتريها، اذا شباب روح اشتريها. تعليقات ما لها علاقه بالموضوع يا اخي. هاي هاني هاي شبابي بنزين سريع ما ادري، هاي ما تهمني يا اخي، هاي موجوده اشتريها واشتري ابوها. انما سويت ما اشتريتها، ما اصرف فلوسي شلون ما كان، لا لا انا ما استغل فلوسي على مود بس لامبورغيني، لا 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 لا. اشتريت شاهين، اللي ما يعرف شاهين شنو هسه احط لكم صورتها. اذا اللي عنده شاهين تلطيك، عندي صوره شاهين هسه احط لكم صورتها. هاي صناعه تركيه وسياره تركيه، هذا من التسعينات ولا من الثمانينات، ما اعرف موديلها بالضبط. فهاي السياره فتش يا لامبورغيني، ايش عندي احنا 4 نفرات؟ روح وتعال وسريعه وكشفه، حط لها فسفورات، حط لها ما ادري شنو ذي السوالف كلهن. يا اخي ما يحتاج اصرف هاي الفلوس، فلوس. فاتهمت اتهمت شلون؟ فقلت لكم هاي حكيتكم لا تقولون وسخ دنيا، هاي توديك بكل مكانات. هذا اني مثلا قلت لك توديك المريخ، مثلا تشتري بيت، مثلا تشتري سيارة، احدث سيارة تشتري. بعد اي واحد عنده مثلا فكرة اكو تقدر تسوي مثلا مشتبل. اسف شباب، طبعا خلاص الشحن وانقطع ورجعت وما ادري شنو. المهم شباب، فمثل ما قلت لكم هذا موضوعنا خلص. الفيديو كليب راح اخليه بدايه الفيديو، لان ما اعرف بعدين اسوي المقدمه، اخلي الفيديو كليب مال فلوس بعدين المقدمه، على مود تتحمسون للفيديو. خوش شباب، فقلت ها وخلصنا من نقطه الفلوس دنيا وسخ دنيا، هاي السوالف الدوروا لي اياها من جوا القاع. شو السوالف؟
راح نسوي هاي الفلوس اللي عندي زايدة، طبعا هو يذني، راح اسوي واحد، خلني جرنا واحدة، واحدة كافية تكفي، جريت واحدة، هاي ايش راح اسوي بيها؟ راح نشمر ذني ما يفيد لنا، راح نسوي بهاي طائرة ورقية. بقى شباب للي ما يعرف يسوي طائرة ورقية، اول شي نجيب هيجي، هاي اول شي، ثاني شي نجيب هيجي، وهاي هيجي، هاي هيجي، فلوس، فلوس زايدة ما اعرف شو اسوي بيها، وهاي اكيد جاي تشوفون شلون جاي اصنع طائرة ورقية من الفلوس. صارت طائرة لو لا؟ طائرة معوقة، ما ادري شنو سالفة الفيلم، صار هنا تعوق بالموضوع طبعا. فلوس زايدة يا اخي، نسوي طيارات، نسوي سفن، نسوي بحر، سفينة بعد ما متعلمها يعني، هاي اعرفها من الصغر، سفينة كنت اسويها من كنت صغير السني، بس هسه كبرت في السني فنسيتها، فهاي الطيارة راح نطيرها قدامكم، شوفوا ما طارت. عشان لا تطير، ما ادري هذيك الطيارة مو كان طارت، خلينا نشوف فلك الطير اجنا من طيارة هاي. شقت الفلوس، شوف شو خططها بالقى عن شقت الفلوس، ليش؟ المهم شباب شوف راح اطير طيارة، طرت بمكانها، ما قبلت الطير، طرت بمكانها شو اسوي؟ المهم شباب مثل ما شفتوا طيارتنا هاي هنا وقعت وانفجرت من ورا الحمل مال الصواريخ مالتنا، كان صاير شايله صواريخ هواي 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 فشباب نكمل نكمل، لا ما عندنا بعد شيء، حشينا على الفيديو كليب ما ادري شنو. المهم شباب اذا عجبكم الفيديو لا 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 تنسون اللايك، السمسم كرايب، التعليق اذا عندكم استفسار او تعليق عن هذا الفيديو، وراح احط لكم سناب شات، هذا اسمه انستغرام من هنا اذا تريدون تضيفوني، سناب شات انستغرام فيسبوك سناب شات انستغرام فيسبوك، هذني الاسماء ثلاثتهن راح احط لكم اياهن، وان شاء الله تشتركون بهن، وان شاء الله عجبتكم عجبكم الفيديو، عجبكم الفيديو شنو نفيا هو عجبكم الفيديو، ونلتقيكم في حلقة جديدة، مع السلامة شباب.